ترجم أولا في الغرب هي علم الآن، أصبحت علما مستقلا بذاته، وأصبحت عبارة عن مدارس لها رؤية، لها نظريات، لها مفاهيم، وهي تدرس في كل الجامعات تقريبا وتعتبر من المواد الأساسية. هذا يعني من ناحية الجانب البيداغوجي أو المدرسي. هناك أمم تعطي أهمية لهذه الترجمة لأنها تقول أنها تلغي الفاصل الحاصل ما بين الأمم، ما بين الثقافات، ما بين الشعوب، ومن ثم فعملية التقريب تتم بترجمة المنجز من لغة ألف إلى لغة باء إلى غير ذلك. الإسبان يترجمون كما ذكرت قرابة 10,000 كتاب في السنة، وهو العدد الذي ترجمه العرب من عهد المأمون إلى اليوم حسب ما تقول اليونسكو. يعني في 13 قرن ترجمنا ما ترجمته إسبانيا في سنة، في عام واحد، واحدة من مختلف اللغات العالمية. ونحن نترجم حاليا في الوطن العربي 1% من منجز الولايات المتحدة الأمريكية، يعني كتاب 1 من 100 كتاب أمريكي. كتاب في هنغاريا بلد صغير يحتوي على 9 ملايين نسمة، يترجم في سنة واحدة ما يترجمه العرب مجتمعون بعدد 390 مليون نسمة. هناك بلدان تضع خطة للترجمة لأنها ترى فيها فائدة معينة، سواء كانت ثقافية علمية، سواء كانت لمعرفة نفسية الشعوب، طبيعة الشعوب، حضارة الشعوب. البلدان العربية بدأت في السنين الأخيرة تفهم هذا، تستوعب الترجمة، خاصة في مثلا الإمارات، الكويت والسعودية. تحدثت هنا عن بعض المراكز الكبيرة جدا التي اهتمت بالمصطلح وأعطت له أهمية كبيرة جدا، وأصبحت الآن تقوم بالتسويق إلى مختلف البلدان العربية مستفيدة من التجربة الغربية، خاصة بعض المخابر الألمانية والمخابر العالمية الكبرى. الجزائر إلى حد الآن ضعيفة نوعا ما من هذا الجانب، لأنها أولا في البلد لا يوجد قانون للمترجم.